تهالك شبكة المياه في تيجي معاناة يعيشها أهالي تيجي، سواء مع أنابيب وتوصيل مياه من الخزانات العلوية والمنازل، وأيضا من الأضرار التي تعرضت لها خزانات من قذائف إبان الحرب عام 2011. المياه الخزانات عاطلات مضروبات في أيام الأحداث، أيام الثورة من 2011. المياه طبعا مهناش المواطن بصراحة يعاني من مشكلة الشراء للمياه، الصيرات توصل إلى 30 و40 دينار في عدم وجود السيولة، حيث المواطن يعاني من المشاكل المية، والمية معروفة يعني هي الحياة يعني. الخزانات لم تتم عملية صيانتها رغم الأنباء عن تعاقد إحدى الشركات السنوات الماضية لصيانتها وتشغيلها، كما لا يوجد عدد كاف من الأبار والتي كانت تغذي البلدة. هم من يوم اللي تكسروا الخزانات يعني ما فيش صيانة، ما فيش حد متابع الموضوع هذا، وما فيش صيانة، ما فيش حد. هذا موضوع ما عاش فهمناه، ولا إن شاء الله خير وقت. تهالك ودمار، والمتضرر هو المواطن، وما التفاتة من قبل الجهات الرسمية لهذه المعاناة، وما يحتاجه السكان توفير الخدمات لهم.